انا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، ان شاء الله كله هيبقى تمام. انا ما بقلقش، ما تقلقش مولاي. ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه ايه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك، ترجع بواب تاني. اتفضل. امرك يا مولاي. ايه الناس اللي بتتحشر دي؟ امر مولاي. ايه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ انت فضحتني ولا ايه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عرفت. ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. يلا, يلا, يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربين حتى في معبد واحد. متربين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا او انت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام امي دي؟ الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تتعدى حدودك. فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات، تعيش انت. عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم، ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بسم المعد، بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه. انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه، سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي. انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد، بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقولي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيله. خالي بطليموس ال 13، جدي بطليموس ال 20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال 22، جوز خالتي بطليموس ال 26. عارف، في بطليموس كتير في الموضوع. عارف، لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى، بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف امي الملكه. يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني.
وبعدين اللي شغلني دلوقتي موضوع الاخ مارك انتوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني، عارف؟ مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوه وصغيره وملكه، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقولت في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو، وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينه. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينه. خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي، قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني، هيطلع معقد نفسيا زي اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. أنا أنطونيو وأنطونيو، أنا مالي روحي نادي. شايفينه بتعمل إيه؟ قلبي معاك يا صديق. قشطة، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس، ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي. شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني. قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. انا عارفه حركاتك دي، والله ما انا سايباك. سامحيني يا ماما، ارجوك سامحيني سامحيني. وديني وايماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. اني بطليموس؟ انا ولا عمي ولا خالي؟ احنا 60 بطليموس لغبطه. اخرس اخرس خالص. اللي انت عملته مع عمك مارك انطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، والا وشرف امي اعلقك اعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مأمبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده؟ في ملكه تقول وشرف امي لانفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. ها؟ سن ايوه الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد. ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو تعال. يلا سند. اوعى وانت كمان. ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف. هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاب ولبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني؟ ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي.
مش قادر اتكلم معاها، كل حاجه تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام ايه مولاي؟ مش فاهم. نظام ايه؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت؟ اقصد البسكوت، انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هتسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي؟ انا عايز اسقسق دلوقتي. بس كنت مش شايف لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى، خليك جدع. اي حاجه اي حاجه. ايوه كده، حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجه. انت تقف تترش؟ امال حارس ايه ونيلت ايه؟ حملك عصابك. دخل هنا، انزل موته. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي؟ ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوبر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده، انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك، هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا. فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله. انا نفسي معت عليا، ما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع، امسك، ده احنا مربينك في القصر، ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك، اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولادي. هتسقسق انت من جهه، هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ هو ده هو ده. حاسس بلغه وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ طب اشرب. قول لي ايه كمان؟ ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى، انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر؟ انتوا اتجننتوا؟ عهده في 60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي في 60 داهيه. مولاي انزل بقى، زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاب ولبن دي، حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوباية شاب ولبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي بلبن، وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. لا لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس بطليموس. ماما لا ماما لا. ابني حبيبي. ماما ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا هو شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه؟ حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا لا لا، يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ ايه يعني سجاير؟ هتسخط يعني؟ لا تسخطي ايه؟ سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجة شبه الجوينت كده، عارفة؟ بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفرة بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ، قصة كده. المهم ان انتي هتتحولي لسجارة. طب ومش كده وبس، طب ايه؟ ده هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا، 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب يا حبيبي اهدى يا حبيبي، بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيبي، اهدى يا روح ماما، اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي، بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف. ايه يا ماما المواعيد دي؟
وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا. ايه ده في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتك. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رورو الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقولك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومه؟ انا حكومي ايه؟ ما انا ملز، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي، حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني، ونيجي نسال على الخساب تقولي لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلب كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه، كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه ميرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجيب لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازه الندامه. جوازه الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش.
اتفضلي حبيبتي. اتفضلي. ايه تقطعي؟ يا رب الازاز بيكسر يا مريض. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. الازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. طب ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت اللي موترانه ومعصبانه. اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه. اتفضلي انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي. ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلع بسرعه جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه تانية. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي. صدقها ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعت بتوع بتوعي يعني ايه؟ يا نهار اسود قليل. انا قلت لك 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 انا اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايبك كرموز يا هانم. كرموز يا امي ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره. كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي. ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم. ما قتلتها والله. ما قتلتها يا عم والله. ما قتلتها عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكة اللي انا هخطبها الصغير. ظريف قوي. يا دي المصيبة. مصيبة ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف. ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى. انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم. هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما. هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت. احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا. واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي. ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. وحشتني يا دي عمعان. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كل الكرم يا ابو نصب كل الكرم. بقول لك ايه يا حسب الله تسيبني حته انا والعيال. انا عارفاك تقص جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غيري. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاص. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا ملكي حاجه مسروق عليه. خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش. ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه. احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر. يا ست ريا انا اتشرف اني اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم. انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الا حاجه الا حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق. جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده. زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. حلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس بالراحه.
بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك يا خاتم ما متخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هفرش المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروحي البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امركم. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، استر يا ماما. خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزعقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما. ارجوكي يا سوسكا، يا مدام رايا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص ماما. انت شفتي حاجة عدت كده؟ جثة جثة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن الله يراجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة، ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيلة دي وحشة. ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة مش فاهمينها. إيه ده؟ عفريت عفريت. إيه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما. قلبي هيقف. بس بقول لك قلبي هيقف. بترعبي. أنت ماشية ورا ميت. إيه السويت البلدي ده يا ماما؟ انت بتدخلي شويه ده حسام ده لمسني. تعالى حبيبي ده لمسني. بس تعالى قول. انا مش عارف ايه يا حبيبي. الله ما شاء الله. شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايفه. عمور شيرين رفيقتي من زمان كتير، احنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبك خي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخذ العقل، احلى شيء بحياتي وفي عيوني انت. لكن قولي لي مين بده يدفع حساب الغداء؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبه لصاحبتي شيرين. اوبس. شو صار؟ الهيئه في فرد فقعي. دايما حرشتيني، دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مره بقول له ما تنفخهم هالقد، ما تنفخهم على القد، بيقول لي لا 2.8 احلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1 وانا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. ها شيرين، اصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا اونط؟ انا ما بقعدش غير مع الاغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي روبي رفيقتي من عيلة كتير كبيرة. هاي هاي هاي. بس أكيد مش أغنى من عيلتي أنا. ماشي، عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه؟ دي مليانة ما شاء الله. هاتي بات، هاتي هاتي. أنت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطة، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي. كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي. بحب أعرفكم، هيدا عمر خطيبة وهذا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر وهلأ عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. أهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلا حبيبي. أهلا أهلا أهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. أهلا حبيبي. أهلا. تشرفنا. أهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني. يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه يا خبر؟ تامر حمدي السبرسجي.
يخرب بيتك وينك يا راجل؟ ايه يا معلم سبرسجي ايه انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجة؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجة ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر. فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي احنا اتشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيري. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجه حصلت النهارده. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنه. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبه. صدقيني يا بودي تامر من اوفى الاصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي على فكره احنا لازم نخرج كتير. رش انا سلمت كتير. رش رش سكتي ايدين الناس ما اعرفش غسلينها ولا لا. حاجه صعبه قوي. ما بشربش حاجه ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا. نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا. عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك. بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه. احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي حالك. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ طب حياتك هيك انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، حاسه كثير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ايه؟ ده انت تحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بودي انا من يوم ما شفتك يا بودي مش شايف حد في الكون. صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقولك كل حياتي ماتت. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله. طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعوعي وشيرين؟ بص في الناس. في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي بموقف البيت كبير ده. انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبتي. انت مش جعانه صحيح؟ كتير جعان كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء. ايه رأيك؟ كتير رومانسي كتير. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربة؟ انت هتستهبس. روح هات الشوربة. مش معقول. صدق بموت عليا بموت. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير رومانسيين. اه. كتير حلوة. اه. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخده بطولات سباحه مثلا؟ قصدي عوامتين بنتكون اربع مرات في السنه. طب خلاص هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين. ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفس يا ماما. ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو اولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيه رياضه ولا انت تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا. لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه يعني. النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبه. بكره ان شاء الله هتجوز. ها؟
هتجوز ست مش عايزه اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكوا، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت، يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي، قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه، بيت كده ينضف، يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله، الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله يا بوبي، وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل يس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل، بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه، ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعاً طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شبيك تامر شبيك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلع بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحة، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي. يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك؟ بدي اعطيك لستة يعني باسماء كوزينتاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزينتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلك، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. لا مش شيء تعصيب. ايه ايه صهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي، انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لموه. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي. مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف، انا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي.
باي باي حبيبتي باي باي. بوبي. نعم. شو في بوبي بوبي بوبي؟ ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف العشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك بتمر مطنيش. ده انا هممتك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف خينا. راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم اللي مداني، مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الوليه قوانطة. يا نعنع يا نعنع يصعب علي يا ما تتباع. حازي يا جعر من نكلوه، عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عن تفريشه بيدي. طب مش دافع. تعالى الهدف فضلي انجر وادفع القتاوي واتفرج على العفريت. لا ما عايزش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس؟ لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه تفرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحرق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه وسع يا ويل مندور به وصل. حلو يا ادي ابراهيم الولع خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليت ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي تاوى زادت الطاقطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجو ماجد ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابه اللي يقولوا احنا غلابه دول. انا مالي ده ذاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا سميضة؟ لا انت بتبرق لي يا سميضة. ايوه يا سميضة بيبرق لي. طب يا سميضة انا هخليهم يفرجوك على حاجة عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي فرجوه. انبسطت؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميد. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوه. ما قدرش حب على يدك ما تدرني. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميده وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميده. حرام كفاية حرام كفاية حرام كفاية حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع القتاوة؟
لسه باقي 200 غوريات وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع الاتاوة؟ انا مش هدفع الاتاوة. يا ساتر يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغوله. اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغوله؟ ها انا فرجيك الغوله. ورهاني اهدي. حلوه الغوله؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى لسه فيها حته. انا امي عايزه اهدي، امي عايزه اهدي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع الكتاوه؟ انت مش تدفع حاجه خالص، خلاص اخر حاجه هتدفعها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفايه. انا من رجالتك يا بندور بيه. استحملني في هذا الاربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه كفايه، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك. ملكوش صالح، شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى يا ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت فيه غطان للغلابه كان عندي 12 سنه. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العواف يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية. انت جاية جاهزة، احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقف يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادوا الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة احمر زي ما انت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها، قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. امري قطعوا دراعتها. ده الظالم قال.
تعبت تعبت ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها ايوه ايوه، ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي خلاص كفايه كفاية. خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بسه فيه، كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلع أنا وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حالك يا منظور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت كبسي ظهري يا بت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما أنت يدك حلوة زي الفل أهو. إزيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في إيه؟ في إيه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الوليه دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا وصبري، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي ياد يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابوس يدك فكاد يا عم ثروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بس ليش كده؟ انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا ما مش هاجي ثروت. تعال هنا. حياتي انا مين جاي ثروت؟ تعال هنا. انت زفتها يا سوي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد يا الزريبه، ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كلها زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روح يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحماية الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت، واهم حاجة ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة انت، بالسلامة. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، وما فيش حديث في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندورة بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة، خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي.
عايزين نقول لجنابك على حاجة. هتقول يا زفت الطين في إيراد كل مادة في النازل. إيراد إيه؟ هو إحنا لسه جمعنا المحصول، أنت فين والقصف فيه؟ راضي الملاهي، اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الاراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الاراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ اما الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوه، وابوك كان ايه؟ حرامي؟ ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك؟ ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقال لي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه؟ ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه، ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه، عايزين يشوفوا الغولة نتنب فيها. ايه هادي الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة نتنب فيها. نتنب فيها؟ هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة ذات نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي افرد يديكي وعلى البيت. يلا خف مني واخرج على طول. السلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ واي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي اهو عيسوي جاء. خش يا ملبوسي. يلا اهي جهزت يا مندور بيه وبقيت 100. صابرين صابرين عابت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. تذاكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزن في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. العلم النهف في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص مقرب بتزوم ازاي.
شكل تشليت. ايه يا منصور بيه؟ تشليت. العصاية وقعت. ما توقع العصاية بقول لك تشليت، بقول لي عصاية. أنا خايف الناس. روحوني. من تفبيتك يا منصور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخلوا تاني. وانت براحتك برطعي براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد، شلوني حمل، شلوني شلوني ابني يا ولد. بس قلبت دماغنا، مش مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا انا اللي بضرب وشك، مش هنبيع. انا دماغي توجعاني واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رخاي، انت عايز ايه؟ 10 الغفه اللي معاك معايا، هم 3 الغفه بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات، ما تحمدش ربنا. تعال هنا، تعال هنا، هات الرغيف، ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد، خد النص لابنك. يلا بالسلامة، بس استناني انت شوية. 5 رغيف يا معلم لو سمحت. 5 رغيف ليه؟ انا والوليده والعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امك قاعده معاك. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ يا معلم ده ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك، ادي العيلين. ايوه وانت والوليه وامك ست كبيره دايلابك في معدتك. معلم ازاي؟ ما هي زي بني ادم، هتحتاجه زينا ان شاء الله. عنها مطافح وانا مش بايع لك. عايز حاجه ثانيه؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم، هاخدهم والله العظيم. ما انت واخده. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك يا ولية، يلا تكل على الله. انا مش هبيع، مش هتنبنا. ايه في الهد النهاردة؟ يلا بالسلامة. بكرة بكرة العيش ناشف، العيش ناشف. يلا يلا رجل تقومنا. ايه في الهد الفرد؟ صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحني يا معلم، اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب، شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا، وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم، ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي؟ ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوى في الكيس ده. لا 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 لا، اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء؟ وريني، مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي بحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك، جبنا ناس يا صبحي، جبنا ناس يا معفنين. وايش فينو؟ هو قعدوا كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم، انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي، فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك، ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمه يا حب الحب، يا حب الحب يا كيداهو، خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده، حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهو. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ولا
حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك بورصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه كده؟ وتعالي بس ارتاحي، تعالي دخلي النبشه ريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا خوي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني، وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني، بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو، انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تانيه معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. فينك بقى يا دام؟ خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمة حلوة كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا، في نور عينيا. كبة وكبة ومليون كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوي تيجي تلم عليك اللمة. الله ينتقم منك يا شيخ. علمها يا معلمة يا معلمة يا معلمة يا معلمة. في إيه يا زفت؟ في إيه؟ معلم في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. أيوة يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. أيوة أيوة الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا أهلا يا أهلا. الروايح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدريه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره المعلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن. خلاص ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس. اتجوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هاو على عيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقول لك ايه كده؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير خير ان شاء الله.
لا في حاجة، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجة يا حنفي. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة كده، انت قلبتي فجأة كده ليه؟ أنا بصراحة عايز أتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى لي هنا، أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومحطيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ وليه بنات؟ طب يا اتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. طب أنا ما حدش لعب في دماغي، أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم إف إم؟ ليه يا حنفي؟ نويت إن شاء الله تغني يا حنفي ولا إيه؟ أغني ليه؟ وأنا معلم عرة؟ ده أنا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. أنا بصراحة هتجوز. يا لهوتي! يا بصتي! يا لهوتي! يا لهوتي! حسرة قلبي! أبوك هيتجوز عليا يا بنات! تتجوز يا حنفي؟ أه. ما كفكش اللي أنت عملته قبل كده يا بابا؟ عايز تتجوز على ماما تاني؟ أيوة ما كفانيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول أه؟ أكيد يا أخويا هتتجوز واحدة قطعت لي إيديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرك في الشقة؟ ده أنا سيد المعلمين أولية. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي! وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بنت لعيب كره يا حنفي. يا ولية بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا ولية! يا ولية! يا جهله يا جهله! على الساعه يا ولية! يا جهله! جينيفر لوبيز لعيب كره ايه؟ دي ست الستات مطربه عالميه، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. لمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربه المشهوره بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وكده. كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي. الله يتقب منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقه ونخلص منك؟ بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، هو ابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت انت وايه السفاله دي؟ ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري انباري انباري، ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري، ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعالي يا بت، بقول لك تعالي. تعالي يا بت، تعالي هنا. بقول لك تعالي. انباري انباري، ارجعي. تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا، انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام.
النهاردة يا جماعة عرفنا خبر الموسم، المعلم حنف الفران من الشرابية رفع راس رجالة بلدنا كلهم وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الأكسنت بتاع الدولة اللي باظ، اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان، اسمها ست جينيفر، جينيفر! أنا آسف يا معلم حنفي، أنتوا مصدقين يا جماعة؟ جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران، وعلى فكرة الخبر ده حقيقي مش إشاعة، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه، ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا انت هنا يا اخويا. لايمها يا حنفي؟ مش لايمها. عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. بص يا حبيبي إيه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي ايه؟ انت عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني بصيت لك يا وليه. انا بصيت فيا انا بكلمك كده. ما انا بصيت لي يا حنفي. بص لي بص لي. عيط هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي ايه؟ بص يا حبيبي ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حيلتي. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحب جينيفر بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجلك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى اقعدي اقعدي بقى اقعدي. بص يا حنفي ايه كل شويه؟ بص بص وانا بص فين؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني. انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه يا ابني. امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي ترفعي. ارفع ارفع. اقعدي بقى اقعدي بقى. فلقني يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى انت النهارده هتجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. النهار اسود كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدلة كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذن اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جينيفر. ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك. ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين. هموتك بالراحه حته حته. هقطعك يا صحيح. ذبحوا المعلم. صحيح ذبحوك يا معلم. ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت اتجننت. دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي.
تلفوت لك كتير جوازه واتنين واقول يا بنت تعدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتحدش ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا ار؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا ار؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ار؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى اهدي وعقالي، انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا ار؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفنة، اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفنة. والمدمع ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنة. تعالي يا كيداهم نرجع عشينا جميله كيداهم ونقعد في فرننا حياتي. يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفلة؟ وكل السعاده اعوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفلة. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمه يا حضره الضابط اهي كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه. كده يا حنفي كده تسلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه حضره الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان تنتلو كويس. يلا يلا يا واد من هنا سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بين مهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بيننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيه. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، انها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيبك حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى وانا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك دي وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي.
بقول لك يا عمر، أمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا ملها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا، يلا يلا. حقك يا عمر، كله الاول هم نفسكم وحبوا. على السلامه يا اخي. متشكر يا عمر، متشكر. على السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادي امليك، هو دي زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، حلو صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى، قاعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، مع اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. هات له. تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خلقتك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل زي بالعفانه والشنب والقرب ده هو. يا ما نفسي تولع وانت جنبي. حياه النبي، لا شوطه. شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي. يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمده؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع. ان شاء الله. ما تمشي بقى التاريخ الواقف فتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار. جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه. أنا ساعتها هجوز أول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها أخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. أنت تاني؟ ياه، أنت إيه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا أخوي، وراك وراك. إن شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم، يبقى دي الحوار الداير دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايه ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمر. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين، بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب. وقت عينك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي. وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي. روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك. انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هاني.
انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده؟ هو حياه النبي حياه العمده يا تقولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت؟ وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي عايزه تخين دي اسمها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر. ورينا هتعمل ايه الطربوشك ده؟ قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هون، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك الفندس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي يا عمدي سبع ولا ضبع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاها. خلصت معاها؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده؟ هو انا غلطان؟ انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا؟ ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها حلو قوي. يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال. ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تجوزني سليمان؟ بصراحة انت فاجئتيني. اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. امبوسيبل. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. أقوم بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلك ايه؟ انت مش عارف ستك نازك. ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي. ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة. اسأل ماني. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظة عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاتنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق. ما انا خايف تخلف برص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه، ابعدوا عني ابوس ايديكوا عايز خلفه نضيف، يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. بصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب. بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها. بس خير؟ بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده هي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنت الحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله الحمد لله، الشكر ليك يا رب.
تيجي تتحول تتنقل المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. جفنه علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستي. يا آخر يا آخر نسيب خابة كلميرة سيب خابة كلميرة. إزاي ابنك الكبير ياني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير ياني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة ياني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقت توم. إلهي الاثنين فادر جيم كامل. ممنونك 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 فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت أمرك سيم خاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سيم حم. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحب. فضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت اللي أكون نسيت حاجة استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحمد. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك ايه هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد اصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية ان بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله والدنيا على كده وكده واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. يا الطرف ممدوح حبيبي. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح متضايق من حاجة؟
ايوه انت اللي مضايقاني بصراحه يا ناديه. انا ممدوح ليه؟ في ايه؟ 100 مره قلت لك يا ناديه انا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لا؟ انا بسمع كلامك يا ممدوح، انت بس قول لي عايز مني ايه وانا اعمله لك. قلت لك كم مره يا ناديه ما تلبسيش بنطلون. وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. هي مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمعي احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقول لك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي حواليكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، بيصبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إدعي بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطه، قول له بقى السهر النهارده صباح، ها ما يقوليش ساعه ويخلع، انا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ولا يا ولا، الجواز ده عايز رجاله. قول كيكو، انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطه فاكس تحرقوا تحت في الشمس، انزل ايه وبتاع ايه. بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. يا وليد لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. اه قشطه، اه ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اه اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل تعرف انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟
مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم ما ديش غريبتها امبارح وانا راح صيف مع صحابي. يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. ضربه ولا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا عشان السي في بتاعي اقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح 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 سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم ساعتها انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتي حاجه كاكا. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليك كوكو بوز. اسمعي كلامي اسال، ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو 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 ايه ده بيطول؟ انت بتطولين ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا عم ابراهيم يا بواب الحق كوكو بوز هتموتني بوزه.